شوفوا بقى تمن او مردود الفرحه لمشاركه الاهلي ونجاحه وتاهله لنصف النهائي. شفنا صور كتيره جدا من شوارع القاهره واحتفالات في كل المحافظات وفي العواصم العربيه. لكن دايما وابدا رابطه مشجع ومحب الاهلي في فلسطين ليها مكانه غاليه لطبيعه الظرف اللي هم فيه والقيمه الكبيره جدا اللي الاهلي بيضفيها عليهم من اجواء السعاده. ده من زاويه بس من زاويتهم هم بقى وقيمه الحب والاحترام اللي بيكنوها للنادي الاهلي. صحيح. والحرص في كل مناسبه يقدروا ينزلوا مصر عشان يجوا يزوروا النادي الاهلي. صديقنا العزيز علاء خالد مؤسس رابطه محب الاهلي في فلسطين وفي غزه تحديدا، ومعاه ضياء ومعاه خليل ومعاه كل المجموعه، واسامه عمر برضو اللي عمل رابطه حب الاهلي المصري جمعنا. فوسع النطاق قوي اسامه ان هو تبقى الاهلاويه في كل مكان يبقوا تحت عالم واحد. احتفلت غزه بفوز الاهلي وانتصاراته، نشوف جانب من هذه الاحتفالات. حضراتكم يا باشمهندس، في البدايه انت افتكرت مباراه الاهلي والبايرن 2012. انا بس عايز اعلق قبل ما اتكلم على الاهلي والبايرن، عايز اعلق على الفلسطينيين والغزاويه. بعد التواصل خلال عشر سنين او اكتر اللي فاتوا دول، اكتشفت حجم المبدعين في كل الميادين من الفلسطينيين واهل غزه، سواء في الطرب سواء في الفن التشكيلي، بيعملوا حاجات تخص الاهلي ومجسمات وشعار الاهلي من الرمال على البحر ويبعتوها لي. مبهره. صحيح. فالناس دي والله يعني المعاناه فعلا هي اللي بتتك على زرار الابداع. صحيح. انا بس عايز كنت لازم انوه على القدرات المتنوعه عند اخواننا هناك.